les Algériens sont des Algériens partout où ils sont. بدليل يعني احنا عندنا حتى في وزارة الخارجية ولا كوميونيتي ناسيونال لترونجي والجالية الوطنية في الخارج. معنى ذلك وانت تعرف بلي العاطفة هذه ولا الانتماء الجزائري يبقى موجود اينما كان، سواء في القطب الشمالي ولا في 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 اي قارة شئت. هذا يعني راه بلوتو يعني دو بورتي لي كولور الالوان الوطنية هو ربما حلم الكثير من الرياضيين الجزائريين، وكانوا يقدروا يتألقوا مع المنتخبات تاعهم ومع أمم كبيرة، ومع ذلك لو شوا يكون مع يعني باش تكون الألوان دو بورتي الألوان الوطنية. الأبعاد واش هو؟ أولا هذا يعني الروح الوطنية اللي هي مغروسة في الجزائريين أبنى عن جد، يعني الجزائري نقدروا نختلفوا ما نتفهموش، ولكن كونت إل ساجي دو لالجيري قال حبس سي لالجيري افون تو. ثانيا شافوا باسكو بعد الامور هذه لانها تحكى ولا تتابع كما قلت انت، شافوا دوتر ايكون، شافوا كيفاش هذاك لونغومو حب اصلا حتى الجمهور الجزائري لمختلف الرياضيين ماهوش كما يصرى في الكثير من الدول الاخرى. الاحترام اللي لقاوه في الجزائر ما كاينش موجود الكثير، بوكو داتليت اون كون يقدر يتكلم عليهم سيد حماد في بلادهم سيدي ميداي اولمبيك كلها، وشخصيه يعني يفوت يعني مع ربما على المستوى الرياضي عاطيله الاهميه تاعو، ولكن على المستوى الشعبي ما الناس ما غير معنيه به. ولكن احنا هذا الامر هذا موجود يعني في هذا، نهضر على الحب انهم يلبسوا يحملوا الالوان الوطنيه. درك هاد لا ديمارش اسكو اولا احنا ما نقدروش نحرموا الجزائريين، كل جزائري يحب وعنده الامكانيات انه يتقمص الالوان الوطنيه مرحبا به، وفي نفس الوقت الدور ايضا نتاعنا سي دو ديفلوبي الرياضه على مستوى المحلي. ولكن كما قلت لك احنا الدوله الجزائريه يعني تحضن كل ابنائها اينما كانوا، ما عندناش تفرقه ما بين الجزائري موجود في كندا ولا موجود في الجزائر، يعني ربما استفادوا من تكوين في دول متقدمه ولا متطوره وحبوا ينضموا للفرق الوطنيه ولا يلبسوا الالوان الوطنيه مرحبا بهم. وحنا هنا على مستوى وطني نفعل يعني نقوم جاهدين بوضع كل امكانيه تحت تصرف الاتحادات الرياضيه من اجل تطوير الرياضه محليا وصنع ابطال على مستوى محلي.